لي بغات شي طيابه اختي مرحبا والف مرحبا. المهم اختي مشيت نطيب هنا على الصباح، مشيت بعدا كنشعر من اختي الدجاج. كيف ما قلت لكم اختي اليوم غادي تدخل من العمره هي وبنتها، وكنوجدوا هنايا العشاء منو اختي سحور منو منو حيت هما يدخلوا حتى الليل. صافي جيت هنايا الصباح كان الدجاج عندنا مغسول ناضي فاضي، درت هنايا 9 ديال الدجاجات. صافي درت هنايا الحامض مصير مقطع مزيان مزيان مزيان، الثومه قزبر ومعدنوس دققتهم مزيان مزيان مع نصبور البنات بلا ملحه، غير الحامض المصير والثومه قزبر ومعدنوس شويه. عاوتاني درت البزار الابيض، درت الخرقوم، درت السكينجبير، درت العطريه ديال الدجاج. دابا غادي ندير هنا واحد جوج ديال زعفران حيت الخرقوم راه ما كيصفر ليناش والدجاج خاصو يجينا هكاك صفار. انا مشيت هنا الصباح كما قلت لكم دابا شي 11 ديال الصباح شرملتو باش تال مع داك الثلاثه هكاك ولا جوج عاد نمشيو هكاك باش نطيبوه. المهم يبقى مشرمل هاد الساعتين ولا ثلاثه ديال السوايع حيت كما قلت لكم غنديرو غير الدجاج وشلاضه غادي نوجدهم والبوفي حتى هو. المهم غادي نبارطاجي معكم كل ان شاء الله التحضيرات اللي درنا. شوفوا يا اختي الدجاج غير من اللون ديالو غادي يبان لكم. اختي هنا جاني التصوير مقلوب، ماشي هكا تخرجي من دارك كيجيك التصوير مقلوب. لما انا كنبقى نقلب على هادي فين هي العطريه فين هي هادي. صافي هنا دابا من بعد ما شرملته هنا مزيان كندير له واحد جوج ثقبات في الصدر غير بيدي هكاك بالصباع الكبير كنثقبوه من الصدر ديالو وكنطرطق له العظم للوراء باش كيجي الدجاجه كتجي حتى في الحطه كتجي هكاك مقاده وكنربطو انا بالخيط. ها انتم شتي كندير له داك جوج ثقبات في الصدر وكنطرطقو هنايا من الصدر ديالو وغادي نربط ليه رجيلاتو. صافي الدجاج هو دابا مشرمل ناضي فاضي. شوفي اختي راه غير الشعه الدجاج راه عندك يجيب لك الابيض راه صفر راه غير الشعه. شوفي عييت ما نهبط ولكن صافا الشميشه هاد النهار هادي. صافي غادي نغطي عليه وغادي نخليه من بعد عاد نمشيو نصوبوا البصله ونصوبوا الدغميره حيت خاصني نمشي اختي نطيب المزابي الغدا ديالو حيت خدام في الليل. ميني بصيت ثلاثة اختي بالدجاج هادو اللي طيبناهم البارح. صافي خليتهم البارح قديت العقده ديالي قديت اللوز غطيتهم بزويب. صافي الصباح راك شتوني مشيت شرملت الدجاج وجيت دابا غادي ندوز اختي باش نعمروهم. صافي هنا غادي ناخذ الورقه ديالي غادي هاد البنات هاد الزويته هادي شتي داك داك لاصوص اللي استقطرات ليا من البيض البارح راك شتوني خديت منها واحد جوج مغرفات ودرتهم في اللوز باش كتجي بنينه. واللي شاط ليا انا درت ليه دابا شويه الزيت ضفت ليه شويه ديال الزيت وبيه باش كندهن البسيطلات كتجي فيهم داك البنه ديال الزيت ديال البيض وداكشي. المهم قليتها شويه كتطلق لي ديما ديالها بها باش كنطلق هنايا. صافي كنبقى ندير هذا البسيطلات ديالي انا دايرهم هنايا غير صغار. هنايا راه قلت لكم ما عنديش المول خاصني اختي تنزل المغرب ان شاء الله ونشري هذوك لي مول اللي كنبقى نقاد فيهم هكاك لي ميني بسيطلات. صافي خديتها الطبسيل فيه فاش كنعمر من الورقه طايعه الورقه كتعطيكم طوع الخدمه الصراحه الورقه زوينه. صافي وكتجي فيها هي هذيك البنات كتجي هي هذيك. صافي كنعمر الاولى وندير اللوز ونسدها وكنديروا وحده في قلب وحده وحده في قلب وحده كنبقاو غاديين هكاك. تبارك الله خرجت ليا هاد الحشوه هادي خرجت ليا 18 بسطيله 18 بسطيله. وفوق اللوز كندير داك شويه ديال اللي ديما هكاك كندير هكاك من فوق شويه شويه ماشي بزاف. وكما قلت لكم الورقه هادي ديال الشناوه زوينه وراك شوها كتجي مقرمشه باقا مقرمشه. البنات اللي قالوا لي واش صبحات مقرمشه في البريوات والمحنشات باقا مقرمشه البنات على مزوينتها حيت انا البريوات كلشي خشيتو في الكونجيلاتور باش هكا كنحتفظ كيبقاو لك مده طويله الا بقاو على برا راه دغيا كيبسوا لك هكاك من العسل وكيقصاحو باش كيبقاو فتيين انا كنحتفظوا بهم في الكونجيلاتور. صافي كنبقى ندير وحده في قلب وحده. صافي اختي تنكملهم من بعد راه غادي ندير بابي كويسون في البلاطو ونستفهم كيف ما كتشوفوا وندخلهم حتى يتكونجلاو ليا مزيان عاد كنجمعهم كاملين في ميكا وحده باش هكا ما كيتلاصقوش ليا. فيديو عندك يكون ما سمحش با لا لي سيبون كيبدا لي سيبون كيبدا اه 15 مينوت Combien de minutes? Dis les deux. Et là, c'est 21, c'est 23 minutes. 23 secondes, c'est pas mais. Minute goulée stop, c'est bon. Ah. Là, je mets une chef. Une chef. Rentre au soleil. Ouah. Ok. Ouah, oh, c'est bon. هكاك كاين الشيف مزيان
1 minute 7 1 minute 12 maman 1 minute 17 انا هدا لا باقي ساديري 2 مينوت 2 مينوت 2 ميني جي لو 2 مين تقولي ستوب وديري حتى 3 مينوت مال امك تعملنا مين تقولي ستوب راه دابا لي جونب سون طران دو كرامي Les jambes, ils crament. بدينا الطياب اختي على بركه الله كنطيبو اختي هنايا في البيت في الكوزينه اللي عند اختي عندها في الكراج اختي والله ما كاينش محسن من الكوزينه انها تكون عندك برا الدار اختي كتبقى لك نقيه ما فيها لا ريحه الطياب لا حتى شي حاجه هنا اختي مشيت عندهم روطار لقيتهم اختي بداو كيطيبوا هنايا مشاو يتغداو جيت انا نقابل لهم هنايا شويه هما هاد جوج هما طابوا ايوا انا اختي راشي كطيبنا وشي باقي راه هو عاد كيطيب لقيتهم كما قلت لك بداو الله اختي علاش ميشا هاد النهار هادي الله شوفي مي كضرب فيك يا اختي الشمس المهم هنايا الشجيرات هادو كاملين ما شاء الله كيكونوا فيهم الكرم عقلتوا الناس على هاد الشجر هادو ما شاء الله عقلتوا كي كنت كنصورهم ليكم عامرين بالكرم وعامرين بالكرموس دابا كتعرفوا الخريف ملي كي في الربيع راه كلشي كينور ها هادو كاملين كلهم دابا واحد الشهر تلقايه كلشي فنان ما شاء الله كلشي دار الكرم واحد الكرموس يا الكبيدات واحد الكرموس كي داير والله يا اختي ما تشبعوا منه الله يا اختي شداد الجرده الجرده ناعمه قسما بالله تكوني ساكنه بوحدك ناعمه ماشي بحال باطيمات كتكوني مزيره ما تقديش طيبي انا في السبوع ديال يانيس جالسين اختي كشطح والرديح والموسيقى تدقوا اختي علينا الجدرميه الجيران عيطوا لي الجدرميه هذا في السبوع ديال يعني زرا الناس اللي كانوا معايا راه شافوا كلشي قال لك حبسوا لالا الموسيقى نتوما دايرين الموسيقى بالجهد واخا كنا راه باقي 8 ديال قال لك واخا هكاك الموسيقى بالجهد وكتشطحوا والدرديك على الناس ايوا داك الساعه كنت كنبني في الدار حيت انا البنات راه داري هذه 3 سنين وانا كنبني قبل ما ندخل تيك توك راه الناس اللي معايا في اليوتيوب راهم شايفيني وقتاش شريت الارض وقتاش بديت نبني اقسم بالله قبل ما ندخل لهاد تيك توك الحمد لله درت الدار قبل ما ندخل تيك توك اللهم لك الحمد وعندنا الدار في المغرب قبل ما يكون عندنا لا يوتيوب ولا تيك توك اللهم لك الحمد دار راجلي ملي كان خدام في الطاليان الحمد لله اللهم لك الحمد ايوا سير اختي انا باقا هنايا ندور شويه عاوتاني نمشي للدار مع خليتي يانيس نعس مع بابا عبد الرحيم مع الخمسه خاصو يمشي للخدمه خاصني نمشي نبدل عليا ونمشي نضربها بواحد التدويشه انا ولوجين نلبس ليها ولبس عليا ونرجعو المهم انا نخليهم هنايا يقابلوا الدجاج كي جاكم اختي هاد الكيمونو من عند شيئين البنات واعر عبايه كتجي واعره كيجي اختي لتحت وكيجي هاد الكيمونو هذا انت يا اختي هانتي شوفي لي اختي على حويجات شيئين كدايرين ما شاء الله ما شاء الله صب ورد حويجات شيئين على حسابي صب ورد هانتي شوفي اختي الظهر ديالو كيفاش كيجي كتجي غزاله غزاله كما قلت لكم جيت اختي كبيت عليا مويها دوشت هنايا اللوجين عاد نشفت ليها شعرها لبست عليا لبست اللوجين خاصني نمشي انا دابا نكمل لكم اختي التصوير قبل ما يجي الناس نوريكم اختي البوفي كيفاش قديناه لا طاق المهم داكشي كامل غادي نشارك معكم قلت لا ضروري هنا اختي هانتي ما درت حبيبتي لا ماكياج لا حتى شي حاجه درت شويه ديال الجلوس صافي هانتي شوفيها كيفاش كتجي ما شاء الله قلت نمشي هنايا قبل ما يمشي عبد الرحيم للخدمه يجلس مع الدراري نمشي انا دغيا عاد نجي نهز وليداتي ونمشيو هانتي اختي شوفي كي كتجي ما شاء الله صافي درت لها هاد الشال هذا حتى هو يتواتم معاها المهم ما كاين زعما الناس برانيين غير الصحابات والصديقات المقربات ديالنا هما اللي غادي يكونوا
نتعشوا مع بعضياتنا نتسحر. المهم الدجاج راه طاب داكشي كامل، تبقى غير التحميره شلاضه قديناها كلشي قدينا. قبيله يعني ما صورت لكمش بزاف الحوايج حيت ما كتعرفي العيالات خوتي كاينين، شي كيضرب من هنا شي كيضرب من عندك، انت ما تبانيش عندك، انت ما تبانيش. المهم نمشي دابا كما قلت لكم، ما حد باقي ما جا حتى شي واحد. ها انت اختي صافي، ندير اختي الصابو ديالي. انت اختي ما شاء الله كتجي غزاله غزاله. يلا كبيده نتلاقاو لهي. جيت شوفي اختي البوفي ديال العمره اللي قدينا اختي، باش انتي تاخدي هكاك افكار. المهم باش غادي نبدا لكم، نبدا لكم اختي بهاد الطابلو، ولا نبدا لكم اختي بهاد لي بالون. هادو كومانديناهم واحد لو سيت في الانستغرام، هما وهاد لي غاتو هادو. المهم شي حاجه طوب ديال الطوب. انا نقلب لك اختي التليفون باش هكا تبرقي مزيان. انتي اختي تبارك الله ما شاء الله، ها هي عمره مبروكه. هادشي كامل كلشي كومانديناه البنات. هادو خلاص خديناهم من اكسيون، كيتباعو في اكسيون. درنا لو تيم كامل ديال العمره بالفلكحل والدوغي. شوفي لي اختي هاد لي سابلي بيرسوناليزي، واعرين واعرين. شوفي لي اختي الصلايه كي دايره ما شاء الله، السيده اللي خدماتهم تبارك الله. شوفي لي الكعبه، الكعبه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. شوفي لي اختي هنا عمره مبروكه. شوفي لي اختي هنايا التسابيح ما شاء الله ما شاء الله. هادو اختي ما تاكليهم تبقاي اختي هكا تفرجي فيهم، كلهم مخدومين غير لاباط، غير صابلي مع الباطا بهذا الباطا سيكرو كيخدموا معاك. هذا الراجل باللباس ديال العمره، هادي المراه كدعي بالجلباب ديالها. شنو اخر هنا؟ القران الكريم مع التسابيح ما شاء الله ما شاء الله. هاد لي بالون حتى هما كومانديناهم هكا كيجيو مع عند واحد البنت في الانستغرام، واعره. شوفي شوف تبارك الله مكتوبه الله عمره مبروكه. المهم هادشي اختي اللي قديناه. هنايا الكاطو، هنا هادو لي ماغنوم مخدومين بالكيك تاع هما. شوفي الكيك ما شاء الله، شوفي لي اختي الكيك كي دايره تبارك الله. واحد السيده كتخدمو ما شاء الله ما شاء الله. هنا جده مكه المدينه ما شاء الله. ودير اختي هنا شويه ديال الورود. هادو تا هما تماما فحال لي ماغنوم. ها هما هنا نفس البالون، درنا جوج حيت اختي وبنتها تبارك الله كما قلت لكم. ها هما داخلين ما بقى لهم والو، داخلين من العمره. قبيله قلت لك كيفاش داخلين من العمره، زعما جايين من العمره ما شاء الله. خدينا هادو، هاد الطباط هادو راه كيكونوا في اكسيون البنات، كيكونوا هكا في اكسيون. هنايا هادو درنا، وهادو ديال الشلاضه. إوا تتقولي لي كيفاش شكلو تيم هنايا؟ هنايا الشميعات في الكحال، وهنايا الماء ديال زمزم. حنا هادشي كامل دايرينه مفاجأة. دابا الفيديو ما غاديش نلوحو، بلاتي تا يدخلو عاد نلوح ليهم لا فيديو باش ما يشوفوهش هما في التيك توك، جايين بالطريقة أختي يشوفوه في التيك توك. بلاتي أختي عاد غادي نلوحو. وانتي شوفي أختي الديكور ما شاء الله. مدي يدك اختي ما تحشميش، دخلت عليك بالله. مدي اختي خدي شي حبه ديال التمر. المهم صوبنا هنا التمر بريستيج، هذا القنت اختي غير ديال التمر، التمر والحليب. هانت ما شاء الله، ها هو التمر قديناه، التمر المجهول، هذا التمر المغربي المجهول. عمرناه بالعجينه ديال اللوز باتاموند، وشي دارو فيها لي زاموند ايفيلي هنا مع الورد، واحد بالبيستاج، واحد بالقرقاع، واحد بليزاموند ايفيلي. ها هما عاوتاني ما شاء الله اختي ما شاء الله تبارك الرحمن. حطينا اختي الحليب هنا، شعلنا اختي الشميعات، ودرنا اختي الورد هنايا. هو كلشي كدينا تبارك الله. هذه دار اختي هنايا ما شاء الله، الصالون ديالها تبارك الله. المهم جا على مزينات وعلى مزينات تبارك الله. كدينا هنا الشميعات، حنا دابا اختي غادي نتخزنوا غادي نتخبعوا، حيت هما كما قلنا لكم دايرين لهم مفاجاه هاد البوفي وهاد العراضه. هما ما فراسهم اختي وبنتها ما فراسهم حتى شي حاجه حتى شي حاجه. المهم اختي نجيك اختي لبلاصه الشعه، راه التليفون بعض المره راه كيلعب معنا حابه. المهم ها هو البلاصه ديال الحليب والتمر. الدجاج صافي راه خرجناه، شلاضه دابا كنمونطيو فيها باش مغير يدخلوا. كتعرفوا اليوم راه يكون التراويح، يعني نفرت تكويختي الجوق على بكري. كاين دابا الناس اللي بغاو يمشيو يصليو التراويح ديالهم، الجماعه هي قريبه لينا، الجماعه الملاصقه مع الدار ديال اختي. كاين اللي بغاو هاد الليله كتعرفوا كاينه صلاه التراويح ان شاء الله. الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة علينا ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هاي وقتها هو الديكورات ديالنا ما شاء الله.